ولنقاش مساعي واشنطن لتمديد حظر التسلح على النظام الإيراني والعقوبات التي أثرت بشكل كبير على إيران سياسيا واقتصاديا، ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الفرنسية باريس عضو المجلس الوطني الإيراني حسين داع الإسلام. أهلا بكم سيدي. أحييكم وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. تفضل. سيد علي، ما خطورة رفض مجلس الأمن لمشروع القرار الأمريكي لتمديد حظر التسلح المفروض على النظام الإيراني؟ هذا يشكل خطرا على الشعب الإيراني وعلى شعوب المنطقة. نظام الملالي مصدر رئيسي للإرهاب والدمار ونشر الحروب في المنطقة، ويجب أن لا يصله دولار واحد ولا تلقى واحدة. وهذا ما طلبته المقاومة الإيرانية، والسيد مريم رجبي بخصوص هذا الموضوع أكدت قبل يومين بأن حظر الأسلحة على الفاشية الدينية الحاكمة في إيران شرط ضروري للسلام والأمن على الساحتين الدولية والإقليمية. السماح لهذا النظام ببيع وشراء السلاح لا حصيلة له سوى الإرهاب ونشر الحروب وتسهيل الإرهاب والتطرف. وجهت الكثير من الانتقادات للنظام الإيراني بعدم تخصيص ميزانية للحد من تفشي فيروس كورونا، بينما تخصص ميزانيات لدعم ميليشيات في خارج إيران. النظام الإيراني يعني ثروات الشعب الإيراني تنهب من قبل خامنئي والمؤسسات التابعة لخامنئي وقوات الحرس، أو تصرف لميليشياتهم في المنطقة مثل الحشد الشعبي وعصابة أهل الحق والكتائب حزب الله وحزب الشيطان في لبنان والهوثيين، ولا يصرف للشعب الإيراني ولمواجهة جائحة كورونا في إيران. الآن وصل اليوم، بلغ عدد الضحايا في إيران لحد هذا اليوم 90,000 شخص، ولكن الملالي لا يساعدون الشعب الإيراني حتى لتوفير أبسط المستلزمات الصحية مثل مثلا الأغذية. لا في يعني هناك الآن قلاء بخصوص حتى الأغذية في داخل إيران، يصرفون جميع أموال الشعب الإيراني لتسهيل الإرهاب، لتسهيل التطرف إلى المنطقة ولقمع الشعب الإيراني. لذلك يعني نرى ونشاهد في الاحتجاجات في داخل إيران الشعب الإيراني يقولون ويحتفون اتركوا سوريا، اتركوا لبنان واليمن وفكروا في حالنا. هذا هو يعني الشعب الإيراني يرفض تدخلاتهم، ولكن النظام الإيراني كما قلت لكم يعني يصرف جميع الثروات الشعب الإيراني لتسهيل الإرهاب وينهبونها ل يعني قوات الحرس ومؤسسات التابعة لخامنئي. يعني مثلا المؤسسات التابعة لخامنئي ثرواته تقريبا يعادل 200 مليار دولار. مؤسسات الشهيد، مؤسسات المستضعفين، مؤسسات التابعة لقوات الحرس، ولا يصرفون دولار واحدا للشعب الإيراني. في هذا السياق بالحديث عن الحرس الثوري الإيراني، ما مدى أهمية حله باعتبار أنه ساهم بشكل أو بآخر في زعزعة أمن من المنطقة سواء في سوريا، العراق أو حتى لبنان؟ قوات الحرس يعني العمود الفقري للنظام الإيراني ولخامنئي هو القوات الحرس، لقمع الشعب الإيراني في داخل إيران والقتل والدمار وإثارة الحروب في المنطقة والسيطرة على العراق وسوريا واليمن ولبنان. لذلك يعني ليس فقط الحل، هذا ما يطلبه الشعب الإيراني وشعوب المنطقة، ليس فقط حل قوات الحرس وإنما إسقاط هذا النظام. هذا هو الطريق الوحيد لخلاص المنطقة والشعب الإيراني من شرور هذا النظام. والعدو الرئيسي والعامل الرئيسي لخراب ودمار المنطقة هو القوات الحرس، وفيلق القوس هو جزء من قوات الحرس. ماذا تبقى من الصورة التي كانت تحاول طهران الترويج لها فيما يتعلق بمحور المقاومة؟ هذه ليست أولا ليست مقاومة، وإنما محور الجريمة والفساد والدمار. نعم، فشل الملالي في إيران وبيروت ولبنان
في بفاز انتفاضة شعوب هذا المند هذه يعني هذه البلدان، و يعني مثلا في العراق نرى الآن كان خامنئي يدعي بأن شيعة العراق هم يدعمون تدخلات النظام الإيراني في العراق ويدعمون نظامه، بينما نرى الآن الانتفاضة في العراق والمظاهرات يعني في المدن الجنوبية في المحافظة الجنوبية في كربلاء في النجف في البصرة، اليوم يعني كانت مظاهرات في النجف كلها موجهة ضد النظام الإيراني وعملائه وميليشياته في العراق وفي المنطقة. إذن الآن لم يبقى للنظام الإيراني ولا خامنئي أي يعني شعبية أو أي يعني قاعدة في هذه الدول خاصة في العراق، يعني نراهم كانوا يقولون العراق بلد أغلبيتهم من الشيعة ويدعمون النظام، بالعكس الآن يكرهون النظام الإيراني ويريدون هذا الشعار المظاهرات في العراق برا برا، ويعني يهرقون قنصليات النظام الإيراني ويهرقون مقرات الميليشيات المرتزقة النظام الإيراني. إذن لم يبقى شيئا نسميها المحور المقاومة، وما يسميها خامنئي كان يسميها محور المقاومة أو العمق الاستراتيجي للنظام بدأ ينهار الآن في العراق وفي لبنان وطبعا في داخل إيران. الانتفاضة الشعبية يعني يريد إسقاط هذا النظام، وهذا نعتبره كث العمود الفقري للنظام الإيراني. ما المطلوب من المجتمع الدولي اليوم للحد من هذا الدور الإيراني وكذلك فشله حتى داخليا قبل أن نتحدث عن دوره خارجيا؟ ما يعني تطلبه المقاومة الإيرانية، يعني مطلبنا هو الاعتراف بحق الشعب الإيراني لإسقاط هذا النظام وعدم دعم هذا النظام ودعم المقاومة الإيرانية والاعتراف بالمقاومة الإيرانية. طبعا الإسقاط هذا النظام هو واجب المقاومة الإيرانية والشعب الإيراني، و يعني نعمل الآن بقوة في داخل إيران من خلال معاقل الانتفاضة والشباب أنصار مقاومة الإيرانية والمجاهدي خير أنصار مجاهدي خير في دم في تعجيج الاحتجاجات وتحويلها إلى الانتفاضة. هذا واجب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، ولكن على المجتمع الدولي أن يترك سياسة المساومة والاسترضاء للنظام الإيراني الذي هو مصدر الإرهاب والدمار والتسليل الإرهاب إلى المنطقة، ويعترف بالمقاومة الإيرانية ويعترف بحق الشعب الإيراني لإسقاط هذا النظام ويقف بجانب الشعب الإيراني. شكرا جزيلا لكم عضو المجلس الوطني الإيراني حسين داعي الإسلام، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الفرنسية باريس.